المقابلة هي بمثابة المعارضة أو قراءة القرآن الكريم التي يقوم فيها إمام المسجد بقراءة القرآن الكريم قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر. نحن في هذا المسجد نقوم فيه بعد إقامة صلاة الظهر، يجتمعون فيها الناس وإمام يقرأ جزءا من القرآن الكريم، يبدأ فيه من بداية شهر رمضان إلى نهاية شهر رمضان، ونحن إن شاء الله نختمها في يوم 27 من شهر رمضان المبارك، بمعنى أن فيها ليلة القدر وندعو فيها، والدعاء مستجاب عند ختم القرآن كما قال فيه علماء المسلمين. يجتمع فيه الناس بعد ختم القرآن ندعو فيه. وكذلك هي المقابلة هي بمثابة قراءة القرآن الكريم، والناس والمصلون يستمعون. يقام المقابلة تقريبا في ألبانيا في عدة المساجد أو أهم المساجد في المدن، وكذلك مسجد فاتح هي من أهم المساجد في مدينة دورس، يقام فيه المقابلة ونحن نقوم فيها. وما زالت من سقوط الشيوعية إلى يومنا هذا لم نترك أي سنة بدون مقابلة هذا المسجد. طيب، هذه هي ليست عادة فقط المسلمون في البلقان، نحن ورثناها، وكذلك في كوسوفو ومقدونيا هم يفعلون هذه المقابلة، يقرؤون القرآن الكريم قبل الظهر أو بعد الظهر. في هذا المسجد نحن دائما نقرأ القرآن بعد صلاة الظهر، ولكن هذه ليست عادة فقط بلادنا، هي كذلك تمارس فيها مقابلة في تركيا، كذلك بلدان الأخرى لا أدري، ولكن على ما رأيته في تركيا. ما هو من الجدير بالذكر أن هذه لها أهمية خاصة، أن تعرف يعني شهر رمضان الكريم ليس فقط في الليل، هو كذلك في النهار، وكما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فنحن الآن في نهار رمضان صائمون، وكذلك نمزج ونجمع بين قراءة القرآن، وكذلك نجمع بين قراءة القرآن وصيام صيام يوم من رمضان. وهنا تكمن أهمية هذه القراءة. وثانيا أن هذا الإسلام الذي نحن وجدناها ورثناها، وهذه العادات والتقاليد هي التي مكنت الإسلام ومكنت المسلمين وأورثته جيلا بعد جيل، لإعطاء درس أن لقراءة القرآن أهمية كبيرة، وكذلك استماع القرآن أهمية كبيرة في عند المسلمين. لذلك ليس فقط الليل هو مختص بصلاة التراويح، كذلك النهار هو مختص بقراءة القرآن والمقابلة والاستماع للقراء والذين يقرؤون القرآن الكريم. لا يوجد فيها تراجع، أظن لا يوجد فيها، لأن الشباب مهتمون بقراءة القرآن أو باستماع القرآن، ولكن في نهار رمضان كما معلوم الشباب هم يكونون في أعمالهم، أما الشيوخ الذين هم في أعمارهم كبار السن هم يحبون أن يحضروا في المساجد ويستمعوا فيه إلى قراءة القرآن. لا أفكر ولا أظن أن فيها تراجع، لا أظن فيها تراجع، لأن نحن نرى أن في صلاة التراويح فيه كثير من الشباب الذين يحضرون الصلوات ويحبون أن يستمعوا إلى قراءة القرآن. أما المقابلة فهي في وقت محدد، وهي في نصف النهار، يعني تقريبا صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر، فالشباب هم مشغولون بأعمال أخرى،
فلذلك لا أرى فيها أن يوجد فيها تراجع للشباب، بغض النظر أن هذه المقابلة هي خاص لعاداتنا وتقاليدنا، ولكن الشباب لا يكون فيها تراجع. هناك بث مباشر للمقابلة على فيسبوك، فهذه الإضافة ما رأيك فيها؟ هذه إضافة جيدة جدا، لأن التواصل الاجتماعي هي ملئت فيها بأشياء غير شرعية، وهذا شيء حسن وجميل، ولكن لا يغني. المقابلة في المسجد هي مقابلة في المسجد، يعني الناس يستمعون فيها وأمامهم شيخ أو قارئ للقرآن الكريم يقرأ أمامهم ويسمعون صوته ويرونه، والأجسام قريبة مع بعضهم، والروحانية كذلك هي أكثر من استماع إلى التواصل الاجتماعي. فالمقابلة هي كما هي لها أثر كبير، أما التواصل الاجتماعي هذا جيد، يعني ما يكون فيه شيء زيادة. الآن بالنسبة لمستقبل المقابلة كعادة رمضانية في شهر رمضان، ما رأيكم؟ أما بخصوص مستقبل المقابلة في شهر رمضان الكريم، هي نرى فيها أن حسب المزاج الإمام، ففي يوجد أئمة في المساجد هم لا يقومون بالمقابلة، فأما أئمة بعض المساجد يقومون فيها، وحسب ما هو يشجع فيه الإمام. إذا شجع فيه الإمام إلى أهمية هذا المقابلة واستماع إلى قراءة القرآن الكريم، فهذا يكون المستقبل المقابلة جيد جدا. أما إذا لم يشجع الإمام، أو في بعض الأئمة لديهم آراء أخرى مثل أن هذه لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لم تكن هذه من المحدثات مما نسمع كثيرا في عصرنا الحالي، فالمستقبل المقابلة تكون على وشك الانتهاء. أما إذا شجع فيه الإمام فحسب المزاج الإمام، هذا هو ما المستقبل متعلق بشخصية الإمام العلمية والدينية. نحن الآن في مسجد فاتح، والمسجد فاتح هي من أقدم المساجد في ألبانيا وكذلك في مدينة تورس، فتقريبا هي حسب ما قرأناه وحسب ما شهدنا ما سمعناه أن هذا المسجد بني أيام دخول العثمانيين في هذا البلد، أو افتتاح هذه المدينة من قبل الجيش العثماني، فبني فيها المسجد وسمي فيها مسجد الفاتح، على أن هذه هي فترة محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية. فهذا المسجد مسجد جميل ومسجد مهم في مدينة تورس، وهي من الدولة الألمانية تهتم فيها ولها مكانة خاصة في لائحة الأماكن والآثار القديمة. وكذلك المسجد يعني تقريبا 400 و500 سنة تقام فيه الصلوات والأذان، يعني وقت الدخول العثمانيين في هذه المدينة، ولها روحانية خاصة ولها مكانة خاصة عند قلوب المسلمين، قلوب المؤمنين، وكذلك فيها جذبة روحانية كبيرة جدا التي تتميز عن المساجد الأخرى في مدينة تورس. نعم، أنا الشيخ إدوارد شفقي من مدينة تورس.
تعلمت في لبنان وتخرجت فيه من ثانوية أزهر البقاع، وبعد ذلك جامعة الجنان في طرابلس في لبنان، وكذلك تعلمت فيه في كلية الحقوق في ألبانيا. وأنا الآن كنت سابقا مفتي لمدينة تورس، والآن حاليا مدير عام دار أوقاف دار الإفتاء مدينة تورس، نقوم فيه كدار إفتاء بإدارة المساجد، إدارة الأئمة، وكذلك نقوم فيه بما يخص فيه الأوقاف التي نحن ورثناها من المشايخ ومن المؤسسات التي كانت قبل مجيء العهد الشيوعي في ألبانيا. كذلك هذا هو عملي اليومي، مدير عام، وأقوم فيه ما برعاية المساجد والأئمة وإدارة الأوقاف. هذا هو. نعم.